هلا في عندنا جذر التربيعي لجذاع عددين حقيقيين، مثل ما أخذنا بشوي بالقيم المطلقة، وهون نفس الأمر تقريبا. إذا في عندي جذر ال A ضرب B، بإمكاني أوزع الجذر على القيمتين، جذر ال A ضرب جذر ال B. هاي من خواص الجذور، هاي بتفيدنا بعدين في فقرة هي تبسيط الجذور، نحكي عنها بعدين. مثل ما قلنا، أنا إذا في عندي جذر لجذاع عددين يساوي جذر الأول ضرب جذر الثاني، وين بتفيدني هاي؟ بتفيدني في حساب جذر العدد اللي ما له جذر. مثلا عندنا هون جذر 8 و32 و18 و45، هاي الأعداد في لها جذور؟ ما لها جذور، تمام؟ بدي أحاول أنا أبسط هاي القيمة لحتى أوجد الجذر في شكل أبسط. مثلا لو قلنا جذر 16 فورا بنقول يساوي 4 وناقص 4، جذر 25 يساوي 5 وناقص 5. بس الأعداد اللي ما لها جذور كيف بحسب جذورها؟ عن طريق هاي الخاصة، بإني حط العدد اللي داخل الجذر جذاع عددين من شان نوزع الجذر على الأول وعلى الثاني. هلا لو جينا على جذر 8، 8 ما لها جذر، كيف بحسن بكتبها؟ جذاع عددين، راح يكونوا 4 ضرب 2، 4 ضرب 2. هلا بوزع الجذر على الأول وعلى الثاني، وبعدين اللي بيحسن بجذره بجذره. هون في عندنا جذر 4 يساوي 2، وجذر 2 ما له قيمة، فبيصير الجواب 2 جذر 2. بعيدة، جذر 8 إذا بدي أحسبه ما له قيمة. إيش عم بيقلي بالسؤال هون؟ بسط، مو أحسب، بدك تحاول تبسط الجذر. فـ 8 بدي أحاول أحطه جذاع عددين. مشان سهل الأمر عليكم، مثل هذا السؤال، أنا كيف باقي العددين؟ بدي أحط عدد بينجذر وعدد الثاني أولي. واحد بينجذر وواحد أولي، تمام؟ فحطينا 8 4 ب 2، بعدين بجذر 4 وبجذر 2. جذر 4 يساوي 2، بجذر 2 راح تصير 2 جذر 2. لأن قد يكون في عندي أكثر من خيار لحل التمرين. مثلا لو قلنا 32، طيب مين بيقول لي 32 هي جذاع مين ضرب مين من الأعداد؟ أنا بقول لك أستاذ. 16 ضرب 2، أنا أستاذ. طيب 16 6 ضرب 4. طب ليش ما قلنا 8 في 4؟ 8 في 4 استاذ، لانه ما له جذر 8. مو قصة هيك، انا مثل ما قلت من شوي، انتبهوا على هاي الملاحظة، منشان ما نضيع، منشان ما نضيع، تمام، منشان ما نضيع في العددين المطلوبات، بده يكون واحد بينجذر وواحد اولي. هلا 8 في 4 كجذاء صح، 16 في 2 كمان صح، بس بده يكون واحد اولي وواحد بينجذر، فالخيار الاضبط هو 16 في 2. 16 بينجذر واثنين اولي. وبعدين بجذر، جذر 16 يساوي 4 وجذر 2 مثل ما هو، بصير الجواب 4 جذر 2. انتبهنا شلون؟ منشان ما نضيع اذا في عندي اكثر من خيار، باخذ واحد بينجذر وواحد اولي. طيب 18، مين بيقول لي كيف بكتبه؟ استاذ؟ نعم استاذ. استاذ 9 ضرب 2. كيف الجذر؟ استاذ ممكن سؤال؟ تفضلي. استاذ هون بالاخير 4 جذر 2، ليش ما حطينا، يعني ليش ما حطيناه 2 جذر 2؟ ببسطناه ولا ما نخليه هيك؟ انت شوفي اللي قبله، قبله في عندك جذر 16 بجذر 2، تمام؟ هلا انا هون بهي الحاله بجذر، شو جذر 16 يساوي 4، وجذر 2 ما له قيمه، تركته لحاله، فصار الجواب 4 جذر 2، خلاص لهون انتهى الحل. تمام استاذ، يعطيك العافية. لا فيك. طيب جذر 18 في عنا 6 في 3 وفي عنا 9 في 2. لو جينا على 6 في 3، لا 6 بينجذر ولا 3 بينجذر، ما بيزبطوا. 9 في 2، 9 بينجذر و2 اولي، فهي بتصير. راح نكتبها 9 ضرب 2 تحت الجذر، بعدين بوزع الجذر، جذر 9 بجذر 2، جذر 9 يساوي 3 بجذر 2، بتصير 3 جذر 2. طيب اللي بعدها 45 كيف بكتبها؟ 9 في 5 ضرب 5. في عندنا كمان 15 في 3، بس ال 15 ما بينجذر وكمان 3 ما له جذر، فالاصح اني احطها 9 في 5. 9 بينجذر وال 5 اولي. جذر 9 يساوي 3 وجذر 5 مثل ما هو، فبتصير 3 جذر 5.
هاي بالنسبة لتبسيط جذور الأعداد اللي ما لها جذور. في أي سؤال لحد هون؟ لا أستاذ يعطيك العافية. فإذا قلنا بده يكون بتبسيط الجذور بده يكون عندنا داخل جذر اجتاع عددين، واحد له جذر والثاني أولي. طيب في حال كان في عندنا في حال كان في عندنا عملية حسابية بين الجذور، هلا هون في عندنا جذر 8 زائد جذر 32، بالشكل هذا بحسن بجمعين شيء؟ لا 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 بدون تبسيط. قلنا من عامل الجذور معاملة المجاهيل، لو مثلا كان في عندنا x زائد y بحسن بجمعين؟ ما بحسن. فلحتى اجمع الجذور في عندنا شرط، لازم يكون الرقم داخل الجذر نفس القيمة. يعني بدي يكون مثلا عندنا هون 8 هون 8 هون بحسن بجمع. اما هون في عندنا قيمتين مختلفات، بدي احاول بسط ما داخل الجذور منشان نوجد الجواب في ابسط صورة. الثمانية مثل ما قلنا من شوي بإمكاني حطها 4 ضرب 2 بعد ما اجذر، فراح تصير 2 جذر 2. نفس الأمر مع 32، 32 راح احط جداء 16 ضرب 2 بعد ما اجذر، راح تصير 4 جذر 2. طبعا هون حاطين الجواب فورا لأنه أخذنا الحل من الصفحة اللي قبلها، يعني مشان ما نطول الحل. جذر 8 بعد التبسيط يساوي 2 جذر 2، وجذر 32 يساوي 4 جذر 2. هلا قوم إذا ملاحظين مثل هذا التمرين، إذا في عنا زائد أو ناقص رح يطلع عنا شيء مميز، بده يكون ما داخل الجذور نفس القيمة. هاي إجباري مشان نحسن نجمع الأمثال. هلا قوم لحتى أجمعين، فرح أجمع هالقيمتين، الأولى اللي هي قيمة جذر 8 والثانية هي قيمة 4 عفوا قيمة جذر 32. بجمع الأمثال، 2 زائد 4 يساوي 6 بجذر 2. هاي الجواب في أبسط صورة. طيب هذا التمرين مين بيحله معي؟ طيب تفضلي. ال 27 كيف بكتبها؟ 27 9 ضرب 3. تمام. ال 75 25 ضرب 3. طيب وال 12 4 ضرب 3 او 6 ضرب 2؟ لا ما عندنا، او بدنا بس خيار واحد، يعني لازم يكون واحد، لازم يكون واحد بينجذر وواحد اولي. ايه اربعة ضرب 3. تمام. 6 و2 ما بصيروا لانه 6 لا بينجذر و2 ما بينجذر، فراح ناخذ الاول 27 9 في 3 بعد ما اجذر بتصير 3 بجذر 3. 75 25 في 3 بعد ما اجذر بتصير 5 بجذر 3. وال12 هي 4 في 3 بعد ما اجذر بتصير 2 بجذر 3. هلا هون صار في عندنا ما داخل الجذور نفس الرقم، بامكاني اجمع الامثال. نرجع على التمرين، صار في عنا 3 جذر 3 ناقص 5 جذر 3 زائد 2 جذر 3، هاي قيم الجذور الأولية بعد ما بسطناها. فبنجمع الأمثال، في عنا هون 3 ناقص 5 ناقص 2 ناقص 2 زائد 2 هون 1 0 0. فالجواب النهائي راح يكون صفر. جذر 3 ما في داعي، خلاص الجواب بالأخير صفر، يعني ما في جذر 3؟ لا، على قش معنات 2 جذر 3 معناها هي 2 ضرب جذر 3. تمام؟ ايه. فهون بده يكون عندنا جواب صفر بجذر 3، بتضل صفر لأن صفر ضرب أي عدد بنساوي الجواب صفر.